السلام عليكم. الحصيلة الرياضية من الميادين، والبداية مع أبرز العناوين. روبن هود مع الشياطين الحمر رسميا. هدية الإنجازات الأولمبية رحلة بحرية. وفي النشر أيضا، تونس تتعادل مع إيران وديا، ووزير رياضتها غير راض عن نتائجها في الأولمبياد. أهلا بكم من جديد. أمجاد كأس العالم 58 استعاد المنتخب البرازيلي ذكرياتها بعد أن سحق مضيفه السويدي بثلاثية نظيفة في مباراتهما الودية الوداعية لملعب راسوندا ستاديوم. الجوهرة السمراء بيلي حرك كرة البداية مع مجموعة من النجوم السويديين القدامى، وقدم المنتخب البرازيلي عرضا قويا مستغلا غياب قائد المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد. السيليساو انتظر نصف ساعة لترجمة أفضليته إلى هدف رائع بواسطة ليوناردو دامياو. هداف الأولمبياد خرج تاركا مكانه لمهاجم ميلان ألكساندر باتو الذي أضاف هدفين. انطلاقة متعثرة لديدي ديشان مع الديوك. المنتخب الفرنسي يخرج خالي الوفاض من لقاء الأوروغواي في لوهافر، ما يرسم علامة استفهام حول جاهزية خليفة لوغون بلان لخوض التصفيات الأوروبية الشهر المقبل. النتيجة جاءت تكرارا لسيناريو الدوري الأول من مونديال جنوب أفريقيا. المباراة حملت ملاحظات كثيرة لديشان لدراستها والعمل على حلها، وتستعد فرنسا لمواجهة فنلندا وبيلاروسيا الشهر المقبل ضمن التصفيات الأوروبية، فيما تلتقي الأوروغواي مع كولومبيا والإكوادور ضمن التصفيات الأمريكية الجنوبية. استضافت أوروبا مسلسلا من 50 مباراة دولية ودية قبل أيام على انطلاق الدوريات المحلية. أقوى اللقاءات في مدينة فرانكفورت انتهى بخسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف لواحد، حيث نجح ليونيل ميسي وزملائه في الثأر للخسارة المذلة في ربع نهائي كأس العالم 2010. الثأر كان أيضا عنوان المنتخب الإنجليزي بعد فوزه على إيطاليا بهدفين لهدف، فرد بالتالي اعتبار لخروجه أمام الأتزوري في كأس أوروبا. مانشستر يونايتد سعيد بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع أرسنال بخصوص قضية فان بيرسي. هكذا زفت إدارة الشياطين الحمر إلى عشاقها نبأ التعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي في بيان أكد أن الاتفاق سيتم رسميا بعد خضوع الدولي الهولندي للفحص الطبي. البيان لم يكشف عن قيمة الصفقة، لكن التقارير الإعلامية تحدثت عن أنها قد تتجاوز 20 مليون جنيه استرليني. ومع إتمام التعاقد بات بمقدور فان بيرسي خوض مباراته بقميص اليونايتد اعتبارا من الاثنين المقبل ضمن المرحلة الأولى من الدوري مع إيفرتون. الفرنسيان بلال ريبيري وكريم بنزيما يمثلان أمام قاضي التحقيق بشأن قضية دعارة. نجم منتخب فرنسا اتهما بدفع الأموال مقابل ممارسة الجنس مع فتاة قاصر، ويخضع ريبيري جناح بايرن ميونخ وبنزيما مهاجم ريال مدريد للتحقيق منذ عام 2010. وكان المتهمان قد طلبا في نوفمبر تشرين الثاني إغلاق القضية لأنهما لم يكونا على دراية بأن الفتاة قاصر. وتصل عقوبة هذه المخالفة إلى السجن 3 سنوات وغرامة قدرها 45,000 يورو، إلا أن الإدانة تتوقف على إثبات أن المتهم كان على دراية بسن الفتاة. 75,000 جنيه استرليني أسبوعيا ستبقي المهاجم الأسمر داني ويلبيك داخل أسوار الأولد ترافورد. صحيفة ديلي ميل كشفت أن اللاعب المصاب حاليا سيوقع في الأيام المقبلة عقدا جديدا مع ناديه مانشستر يونايتد لمدة 5 أعوام. ابن 21 عاما كان مترددا حيال توقيع عقد طويل إلى أن تم تعديل راتبه. ويلبيك أظهر تطورا في مستواه الموسم الماضي ليحجز مقعدا أساسيا في هجوم اليونايتد إلى جانب الجولدن بوي وين روني. شارك في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 9 أهداف.
عدم حل قضية البث التلفزيوني لن يعطل انطلاقة الدوري الإسباني يوم السبت المقبل. مسؤولون من 13 ناديا أكدوا أن الخلافات لم تحل في اجتماع رابطة دوري المحترفين في مدريد، لكن تم إحراز تقدم واضح، وحضور وزير الدولة لشؤون الرياضة ميغيل كاردينال ساعد على تهدئة الموقف. الأندية المعنية كانت قد عبرت عن سخطها من إخفاق شبكتي كانال بلوس وميديا برو في تسوية خلافاتهم بشأن حقوق البث. الأندية دعت الشبكتين إلى الإسراع في تسوية الديون المستحقة لها، مشددة على ضرورة تعديل نظام انطلاق المباريات حتى يعود بالنفع على الأندية كلها من دون استثناء. خشية أن يتوقف قلبه للأبد بعد أن سبق له التوقف 78 دقيقة، الكونغولي فابريس موامبا يعمل بنصيحة أطبائه ويقرر اعتزال كرة القدم. لاعب بولتون الإنجليزي الذي سقط أرضا أمام توتنهام هوسبر في كأس الاتحاد الإنجليزي في آذار الماضي عاد من زيارته الطبية لبلجيكا حاملا قراره النهائي. النتائج أظهرت أن قلب لاعب الوسط السابق ابن 24 عاما لن يتحمل أبدا أي مجهود كبير. اللجنة الأولمبية الدولية كرمت لاعب أرسنال وبرمنغهام السابق، منحته شرف الجري بالشعرة الأولمبية الشهر الماضي في ضواحي لندن. بأمل وعزم كبيرين دخل الفلسطينيان خميس زقوت ومحمد فنونة لاعبا الجزيرة الرياضي في غزة، دخلا معسكرهما الإعدادي المغلق في قطر قبل الانطلاق إلى لندن للمنافسة في الألعاب البارالمبية بدءا من 29 من أغسطس آب الجاري. زقوت حامل ذهبية رمي الكرة الحديدية حجز مكانه مبكرا في الألعاب. زقوت الذي يعاني شللا في القسم السفلي من جسده أمل تحقيق إنجاز باهر لفلسطين والعرب. بدوره يخوض فنون منافسات الوثب الطويل ورمي الكرة الحديدية. فنون الذي يعاني فقدانا جزئيا للبصر تمنى إحراز الذهبية ليضيفها إلى إنجازاته السابقة. ويشكو الرياضيون المعوقون الفلسطينيون عموما من سوء التعامل الرسمي والإهمال بالرغم من الإنجازات المتكررة في مختلف البطولات العربية والقارية. سفينة عملاقة وصلت إلى ميناء هامبورغ في حراسة نحو 100 قارب وفي استقبالها عشرات الآلاف من المواطنين الألمان. ما هي هذه السفينة ومن تقل؟ أمان مهنا والتفاصيل. في ميناء هامبورغ بوجود آلاف المواطنين الألمان رست العبارة الأولمبية. سفينة فاخرة معروفة باسم أم أس دويتشلاند على متنها 200 رياضي ألماني عادوا من لندن بعد مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية. اللجنة الأولمبية الألمانية أعطت رياضييها فرصة العودة إلى بلادهم على متن هذه السفينة السياحية، وقد رافقها 100 قارب بدلا من الطائرة. رحلة استغرقت يوما ونصف اليوم للوصول إلى الميناء، ومن على سطح السفينة ألقى الرياضيون التحية على مشجعيهم المنتظرين في المرفأ. كانت مشاركة بلادنا رائعة، تطلبت الكثير من القوة والطاقة والانضباط. أتيت لاستقبال الرياضيين وسآتي في أي وقت حتى لو احتللنا المركز 25 أو 50. بذل الرياضيون مجهودا كبيرا، وجدت المشاركة رائعة. في أولمبياد لندن 2012 وبحصولها على 44 ميدالية من بينها 11 ذهبية، تكون ألمانيا قد احتلت المرتبة السادسة بعد الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وروسيا وكوريا الجنوبية. استقبال رئاسي حظي به الرياضيون الروس المتواجدون في أولمبياد لندن. الرئيس فلاديمير بوتين كان في استقبالهم في الكريملين لتهنئتهم. بوتين الرئيس الفخري لاتحاد الجودو أشاد بإنجازات الرياضيين الروس ومنحهم أوسمة شرف تقديرا لعطاءاتهم. وحصدت روسيا 24 ذهبية من أصل 82 ميدالية طوقت أعناق أفراد البعثة. روسيا احتلت المركز الرابع في الترتيب العام للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها. ميخايلوفنا أناتوليفنا.
خشية تهديد سيادة كل من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية على المستوى الرياضي، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يؤكد عدم إعادة تجربة منتخب بريطانيا الموحد في أولمبياد ريو دي جانيرو المقبل. الأمين العام للاتحاد أليكس هورين استبعد إعادة التجربة من أساسها لدى سؤاله عن إمكان المشاركة بمنتخب موحد في كأس أوروبا دون 21 عاما المؤهلة إلى الأولمبياد، جزم بعدم تكرار التجربة على صعيد الرجال واستبعد الأمر في صفوف السيدات. وكانت بريطانيا مترددة في المشاركة بمنتخبين موحدين، وعرض المسؤولون في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية الفكرة تخوفا من أن يستخدم الاتحاد الدولي هذه السابقة ويجبر الدول الأربعة على توحيد منتخباتها. استقبلت تونس بطلها الأولمبي السباح أسامة الملولي صاحب ذهبية سباق 10 كيلومترات وبرونزية سباق 1500 متر حرة في أولمبياد لندن. جماهير كبيرة من المواطنين والمسؤولين والإعلاميين كانت في استقبال البطل التونسي أسامة الملولي. الملولي عبر عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي مهديا إياه إلى كافة الشعب التونسي والعربي. حس كونه واحد حتى حد ما وبشارك مع الحدث هذا، الحدث هذا باش يقعد معناتها انجاز تاريخي لاسامه ملولي واللي يهديه للشعب التونسي. ولم يخفي الملولي امكانيه اعتزاله بعد هذا التتويج، غير انه اكد ان الفكره ما زالت بصدد الدرس. بكل قصه جميله لازم تكون عندها نهايه جميله، انا مش نكمل معناتها السباحة هذه، أما كما قلت لك معناتها ما زلت خمر. ورغم حلول تونس في المرتبة الأولى عربيا والرابعة إفريقيا في أولمبياد لندن، إلا أن وزير الرياضة طارق ذياب الذي كان في استقبال الملولي رفقة عدد آخر من الوزراء لم يخفي عدم رضاه عن المشاركة التونسية، وخاصة على مردود بعض الرياضيين. أخذنا 3 ميداليات لكن مش راضي، لأن تونس شارك ب 80 رياضي. ومش عديد من الرياضيين انا ما شرفوناش بصراحه، واحنا بطبيعه الحال باش ناخذ الاجراءات اللازمه قريبا ان شاء الله. لذلك يبقى الملولي يحلق لوحده خارج سرب المشاركات الاولمبيه التونسيه. مليكة الجباري، تونس، الميادين. استياء الوزير التونسي طارق ذياب انسحب على نتيجة منتخب كرة القدم أمام إيران، فبهدفين لمثلهما خرج اللقاء الودي في العاصمة المجرية بودابست. المنتخبان انتظرا الشوط الثاني للتسجيل، تقدمت إيران عبر محمد رضا خلتبري وردت تونس بوسطة عمار جمل. محمد رضا نجف عبادي منح التقدم مجددا لإيران قبل أن يوقع عصام جمعة هدف التعادل الثاني. ويستعد المنتخب الإيراني لمواجهة مضيفه اللبناني ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية للمونديال الشهر المقبل. أما تونس فتلتقي مع مضيفتها سيراليون ضمن ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس أمم أفريقيا. الأوضاع غير المستقرة في سوريا لن تمنع منتخب كرة القدم من المشاركة في دورة الهند الدولية الودية. الاتحاد السوري أكد مشاركة منتخبه الأول في الدورة التي ستقام في وقت لاحق من هذا الشهر وحتى الثاني من أيلول سبتمبر المقبل. وتشارك في الدورة منتخبات الكاميرون والنيبال والمالديف والهند، وتقام منافساتها على طريقة الدوري من مرحلة واحدة. النشاط الكروي قاريا قابله مؤتمر صحفي مدون للملاكم الألماني من أصل سوري مانويل الشعار المحترف في الوزن الثقيل جاهز لقهر العملاق الأوكراني فيتالي كليتشكو في 8 من الشهر المقبل في العاصمة الروسية موسكو. الفتى الماسي ابن 27 عاما قال إنه في جاهزية بدنية عالية لمواجهة كليتشكو الذي يكبره ب 13 عاما. الشعار وعد جماهيره باستعادة الحزام من بطل العالم بحسب تصنيف المجلس العالمي للملاكمة. صاحب 21 انتصارا والعشر ضربات قاضية سيكون آخر من ينازل كليتشكو قبل اعتزاله والتفرغ للسياسة، حيث يتجه إلى المنافسة على منصب عمدة كييف.
في عالم التنس انتكاسة جديدة تلقى الإسباني رافائيل نادال هذا العام المصنف ثالثا عالميا، وعلى حسابه الخاص في تويتر أعلن عدم المشاركة في دورة الولايات المتحدة. نادال كتب أنه ليس في ظروف صحية ملائمة للعب، ويتعين عليه الانسحاب من فلاشينغ ميدوز آخر البطولات الأربع الكبرى. ويعاني نادال مشاكل في ركبته اضطرته إلى إعلان انسحابه من الدفاع عن لقبه الأولمبي، كما أنه انسحب مؤخرا من دورتي سينسيناتي وتورنتو أيضا. وتنطلق فلاشينغ ميدوز في 27 من آب أغسطس الحالي. إلى هنا نأتي إلى ختام الحصيلة الرياضية، نترككم في أمان الله.